من عامر معزة بطريقة سهلة وبسيطة. عامر معزة يوفق في دخوله أو في دخوله في هذه المرحلة الثانية. كرة يتسلمها عامر معزة بطريقة جيدة من مدحي الأحسن الأحسن في مباراة اليوم حتى الآن. شوف بطريقة سهلة وبسيطة يتمكن من معادلة النتيجة. الدقيقة 56 الجزائر تعادل النتيجة عن طريق عامر معزة.